حبيبي خلصت؟ اهو علقت كله. الله يجنن، بيفكرني ببيتنا اللي في لندن. لا لندن ايه، ده احلى من لندن 100 مره. على الاقل ده بيتنا احنا اللي دافعين فلوسه تمليك، غير الايجار بتاع لندن اللي كان قاطم وسطنا ده. فعلا يا حبيبي، اهم حاجه ان احنا نحس بالامان، ودي شقتنا، وكمان الحمد لله احنا عندنا شهاداتنا اللي خدناها من لندن. الحمد لله. لا وغير كده كمان بقى العربيه اللي احنا اشتريناها هي خدت الفلوس كلها اللي جبناها من لندن، بس هي عربيات غليت قوي يا سامي. ان شاء الله ربنا هيعدلها، اهم حاجه يا بيبي ان ربنا يوفقك في ميعاد بكره. كل اللي حققناه بقى حاجه، وميعاد بكره ده حاجه تانية خالص. عارفه يا ساميه، لو ربنا كرمني بالوظيفه دي، مركز محترم ومرتب خيالي يا رب. شور، وهم هيلاقوا احسن منك فين؟ قوه شخصيه ولغات ومؤهلات. محمود انت شيء نادر. لا ده انت مؤهلاتك فوق العاده. متشكر جدا يا فندم. انا اسمي فرغالي. تشرفنا يا فرغالي بيه. الحاج فرغالي. سيبك من حكايه بيه وباشا دي. ماشي يا حاج فرغالي. انا اصلي بديت قارن مقاولات. ده ما شاء الله حضرتك اشتغلت في العربيات. بقول لك قارن مقاولات. كار وعربيه، اصل انا لسه جاي من لندن حضرتك يعني. لا انا قصدي شغله المقاولات. انا بديت شغله المقاولات دي بما فيش فواعلي يعني، ولما اتودكت بقيت مقاول صغير، كبرت بقيت مقاوم الباطن 30 سنة شقة عشان أعمل الشركة اللي أنت شايفها دي. الدنيا علمتني، بس أنا كمان جايب كل اللي عندي متعلمين. عندي أحسن مهندسين وأشطر موظفين وبياخدوا مهيات عالية أوي. أنا الشقة اللي شغالين عندي غالي، من غيرهم الشركة دي كلها ولا تسوى. يا سلام، ده مفهوم عظيم في الإدارة يا فرغالي بيه. الحاج فرغالي. الحاج فرغالي لا مؤاخذه يعني، انا عرفت من الاول ان سيادتك برضو الحاج فرغالي، لان اول ما جيت قالوا لي ان سيادتك هتقابلني بنفسك، لا شؤون عاملين بقى ولا موظفين ولا اي حد من دول. لا ما انا عندي موظفين وشؤون عاملين، بس انا بعتبر الشركه دي زي فرقه كوره، وانا الكوتش لازم انقي اللي يلعب عندي بنفسي، افهمه اقيمه اعرفه واعينه بنفسي. يا سلام يا كابتن فرغالي. كابتن الحاج فرغالي. صحيح قلت كوره وجوهري وكده. ايش اصل لسه جاي من لندن حضرتك. كويس. لا انا من جنبك جاي من بولاد دكرور. شوف يا سيدي، ما هي 5000 جنيه ده غير الحوافز والمكافآت. انا انزل الموقع من دول ابص على الشغل، اللي يخش دماغي منهم ادب ايدي في جيبي واديله مكافأة فورية، وهو بقى ونصيبه. يا سلام يا يا حاج فرغالي. يا حاج فرغالي، والله دي حاجه جميله، ده احساس ابوي عظيم. كل سنه بقى بعمل قعده مع كل الشغالين عندي في الشركه، وبص على حساب السنه اللي عدت، اللي لاقيه بيشتغل بذمه وضمير نعيد نظر بقى في الماهيه والمركز، واللي واخدها سبهلاله نديله سكه ومع السلامه، وكل واحد يروح لحاله. والله دي حاجة هايلة يا كابتن فرغالي. ايوه كابتن فرغالي صح. ما انت جاي من لندن وانا هنا من جنبك بولاد دكرور جنب بعض يعني. انت بقى اوراقك جاهزة ومستوفية وكل حاجة، وبرضه خبرتك مع الانجليز جامدة، كل حاجة كويسة، بس ناقصك شرط واحد. وطلع ايه الشرط ده يا بيبي؟ ان اللي يقبل في الوظيفة دي ما يكونش متجوز. يا سلام، ايه الشرط الغريب ده؟ ليه ما يكونش متجوز؟ ده يا ريت على كده وبس، ده كمان ما يتجوزش قبل 5 سنين وبموافقة الحاج فرغالي، لا إما العقد يتلغي. إيه؟ وإيه وجهة النظر في كده؟ ما أنا سألته. وقال لك إيه؟ أنا الشغل عندي زي الفريق، ما يحبش شريك. ما يحبش الجواز يشغل الشباب اللي هيبدأ شغله معايا. اللي يشتغل عندي عايزه ملك للشركة وبس. لا جواز ولا عيال ولا اي حاجه تشغله. وكمان انا اغلب شغلي بره مصر، يعني اسكندريه، مرسى مطروح، الاردن، ليبيا، وبياخدوا بدل سفر كويس قوي ومكافئات. ده بقى لو متجوز مش هيقدر ينجبني. طبعا هو كلام حضرتك منطقي يعني، بس انت كل الشروط مظبوطه عندك الا اخر شرط. يا ترى انت متجوز ولا لسه؟ قلت ايه يا بيبي؟
صراحة يعني لقيت نفسي مزنوق جامد، يعني لقيت زنقة جامدة يعني. ما انا عارفة ان انت كنت مزنوق وعشان كده بسألك قلت له ايه؟ ما انا بحكي لك اهو. قعدت افكر بقى لقيتها طبعا مشكلة، مشكلة كبيرة يعني، وخصوصا ان هي وظيفة محترمة قوي ومرتب كبير، يعني ده 5000 جنيه غير بقى الحوافز والمكافآت، وطبعا فرصة صعبة جدا ان انا الاقيها كل يوم يعني. وانت فعلا محتاج الوظيفة دي؟ ده غير كده كمان بقى الفلوس اللي احنا جبناها من لندن كلها خلصت طبعا في الشقة وفي العفش وفي العربية. وبعدين قلت له ايه؟ ايوه ما انا بحكي لك اهو. فقلت له ان انا متجوز. ليه؟ ليه يا بيبي؟ ليه قلت له ان انت متجوز؟ يعني عايزان اكدب يعني؟ يا حبيبي كدبة بيضة. وبعدين كنت وريله الباسبور بدل البطاقة العائلية. معقولة يعني يا سامية يعني اقول له ان انا اعزب؟ هو يا حبيبي انت مش كنت هتكذب على طول سنة ولا اتنين تثبت وجودك وما يقدرش يستغنى عنك؟ ساعتها بقى تقول له الحقيقة، او ممكن حتى تقول له ان انت عايز تتجوز. ها؟ ازاي يعني يا حبيبتي؟ معقولة اقول له عايز اتجوز ازاي يعني؟ بسيطة، تتجوزني تاني. لا ما انا ساعتها بقى دربتها في دماغي ورحت فكرت بسرعة. واضح يا حاج ان انا حظي كويس يعني، الحمد لله انا لسه ما اتجوزتش. كده الف مبروك. الله يبارك فيك. هيبقى لنا عيش وملح مع بعض. يا نوال هاتي لي عقدين من عندك لو سمحت. بتكذب يا محمود؟ بتنكر انك متجوزني؟ بتكنسلني من حياتك؟ يا حبيبتي دي كذبه بيضه، ما انت لسه قايلها بنفسك. انا اقولها لكن انت لا. دول 5000 جنيه يا ساميه غير الحوافز والمكافئات. ولو حبيبتي ده شويه كده بس لغايه اما الراجل يتاكد من امكانياتي وما يقدرش يستغنى عني، وبعد كده نبقى نتجوز انا وانت تاني. تفتكر في واحده بتتجوز واحد تفكر انها تتجوزه مره تانيه؟ حبيبتي فكري بعقل. بصي العقد معايا اهو، 5000 جنيه في الشهر غير الحوافز والمكافئات. هتقبضهم كل اول شهر؟ اه كاش. 5000 جنيه وكاش؟ لا يا بيبي انا خاف عليك. شوف بقى هما من ايدي اتصرف لايدي. حاضر. واعمل حسابك من الشغل للبيت على طول. حاضر. وخلي بالك انا هشيك عليك في التليفون باستمرار. حاضر. وممكن في اي وقت تلاقيني فوق راسك في الشركه. فوق راسي ازاي؟ هتيجي الشركه بصفتك ايه يعني يا ساميه؟ بصفتي اختك. مادام قلت ان انت مش متجوز يبقى ممكن يكون لك اخت. حبيبتي دي كانت كدبه بيضه يا حبيبتي. معلش يا بيبي، اكدب مره كمان وقول لهم ان انت عندك اخت وعايشه معاك في نفس البيت. حاضر. تعالى هنا. انت لما قلت للراجل ان انت مش متجوز صدقك؟ اصل انا قلتها له يعني بطريقه مقنعه. وما شافش دبلتي في ايدك؟ لا ما هو اصل كان من غير ما ياخد باله رحت قلعتها من صباعي يعني بسرعه. بسرعه قلعت دبلتي يا محمود، قلعت دبلتي. يا راجل انت كل يوم ترجع لي بالحدوته اياها. حدوته ايه؟ حدوته انك لقيت عريس ينفع لبنتك. ماله؟ مش بيقول اخطب لبنتك؟ يقول اللي يقولوه. تشتري لها صيغه ماشي، شويه هدوم برضه ماشي، انما تختار لها العريس اللي هتتجوزه ما ينفعش، لازم هي تختار العريس اللي هتتجوزه. فاكر زمان هو ابويا كان هو اللي اختارك ليا؟ لا انا اللي اخترتك. وانا كمان اللي اخترتك. ايوه بس ده كان زمن غير الزمن، كنا احنا الاثنين على فضل كريم، كنت انا فواعلي طول النهار على السقالات بشيل طوب وانت بتجدد الميه عشان المونه، محدش فينا طمع في التاني، غلبان وغلبانه تلموا على بعض في اوضه فوق السطوح لحد ربنا ما فاتها عليهم. ايوه يا اخويا بس محدش شر عليك وقال لك اتجوز دي، ولا شر عليا وقال لي اتجوزي ده. ما انا عملت كده وسبت بنتك تختار. اختارت غلط، اختارت واحد ندل دخل علينا بالحنجل والمنجل، رسم عليها الحب وهو عينه على فلوسها. ما احنا كشفناه قبل الفسمة تقع في الراس وغار في 60 داهية. ايوه هو غار في 60 داهية ومن يومها هي ما عادتش تآمن لحد،
كل الناس في نظرها كدابين وغشاشين، كرهت فلوسي وشركتي عشان كانوا السبب في الندل اللي كسر قلبها. سنين فاتت مش قابله سيره الجواز. انا خايف، خايف لتبين تتعنس والقطر يفوتها. انا نفسي، نفسي في حفيده دلعه ويقول لي يا جدو. يا اخويا دلوقتي مفيش بنت تتعنس ولا ما بتعنسي، دي بتتعلم وتخش الجامعه وتشتغل وبتاخد كمان الشهاده الكبيره، على بال ما بتفكر في الجواز بتكون قربت على الـ30. بس بقى انا حطيت في دماغ الشاب اللي انا شفته النهارده، مهندس محترم كان شغال بره عند الانجليز وعنده افكار ياما، متهيألي كده افكاره في الهندسه هتقلب الشركه كلها، معمار جديد لا فيها لا جملونات ولا سقالات ولا جراد الميه، كله هياكل حديد جاهزه والشغل كله بالمكن. ولو اني مش فاهمه حاجه لكن ده ملوش دعوه بالجواز، القلب وما يريد. المهم هي فين دلوقتي؟ أكيد في أوضتها، قاعدة قدام البتاع ده اللي اسمه الكمبيوتر بيمقق عينيها. طب أخش أقعد معاها شوية. براحتك يا أخويا. ربنا يرزقك بابن الحلال يا حبيبتي اللي يستاهلك يا رب. مساء الخير. اهلا، مساء الفل يا بابا. الجميل بيعمل ايه؟ يعني شويه شغل للشركه. يا بخت صاحب الشركه بيكي، بالنهار بتشتغليه في الشركه وبالليل بتشتغليه في البيت. يا بابا انا بشتغل علشان انا بحب شغلي مش علشان صاحب الشركه. طب وفيها ايه لو كنت اشتغلتي في شركه ابوكي؟ مش كان هو اولى بتعب بنته وفلوس الشركه تحت امرك؟ يا بابا، يا بابا من فضلك بلاش كلام في الموضوع ده تاني. في الشركة اللي أنا بشتغل فيها دي أنا مهمة علشان مؤهلي وقدراتي، إنما في شركة حضرتك بقى لو هبقى مهمة هبقى مهمة علشان أنا بنت صاحب الشركة، يعني بنت حضرتك، يعني الاحترام هيبقى مزيف، المكانة هتبقى مزيفة. بصراحة بقى يا بابا أنا مشكلتي في الحياة إن أنا بنت راجل غني. تاني يا هدى هتشغلي لي اسطوانات الواحد الغني والواحد اللي مش غني؟ يا بنتي انا ما اتولدتش غني، ما اتولدتش بوقي معلقه ذهب زي ما بيقولوا، انا تعبت وشقيت وعرقت دقت المر لحد ما ربنا اكرمني. اللي احنا فيه ده نعمه من ربنا سبحانه وتعالى ومكافئته ليا على صبري. عايزاني اكره فضله عليا؟ استغفر الله العظيم، انا ما اقصدش كده يا بابا، بالعكس ده انا واخده حضرتك قدوه ليا، بعتمد على نفسي في اني اكبر وابقى حاجه، ما بشتغلش في شركه من شركاتك علشان احس بطعم نجاحي بقدراتي ومجهودي زي ما حضرتك حسيت بطعم نجاحك بالظبط. خلاص خلاص يا ولد، ما تكمليش الحدوته دي تاني. المهم انا عايز استلفك كام يوم من الشركه اللي انت بتشتغلي فيها. خير يا بابا؟ خير يا بنتي، انا اصلي عينت مهندس جديد عندي في الشركه، زي ما تقولي كده مدير المشروعات، هو معاه شهادات كتير وكان بيشتغل بره في لندن عند الانجليز. كويس قوي. بس بيقول كلام غريب، حاجات جديده ما عدتش عليها في شغل المقاولات، طرق جديده في البناء والاساسات، وطول النهار قاعد زي كده قدام الكمبيوتر مديها رسومات وحسابات، انا مش فاهم منها حاجه. ممتاز، ده كده ممكن يغير لحضرتك اسلوب الشغل كله في الشركه. وانا عشان مش فاهم بيعمل ايه، خايف لا يلخبط الشركة ويبوظ شغلها، قلت مفيش غير هدى بنتي هي اللي هتفهم هو بيعمل ايه وتفهمني ان كان ماشي صح ولا هيغرقنا معاه. ايه رأيك؟ رأيي في ايه؟ تقعدي معاه تشوف هو بيشتغل ايه وبيعمل ايه وناوي على ايه وتفهميني وتفطميني، يكمل ولا ما يكملش؟ من عينيا يا بابا، بكرة الصبح ان شاء الله هاخد اجازة من شغل يومين واجي اشوف بيعمل ايه. لا يومين ايه؟ أسبوع على الأقل يا هدى. إيه هتستخسري تعليمك ودماغك المليانة دي في شركة أبوكي؟ يا حبيب قلبي يا بابا من عيني، أسبوع أسبوعين ثلاثة أنت تأمرني، أنا كلي تحت أمرك. واطمني مش هنشغلك بلوشي، اللي أنت عايزاه هتاخديه. تحب تغير العربية؟ نجيب لك كمبيوتر جديد
اللي انت عايزاه تحت امرك. ما تقلقش يا بابا، انا اول ما اخلص شغلي هبعت لك الفاتوره على طول. وعلى فكره بقى انا هاخد اعلى اجر في مصر كلها، ما انا طالعه شاطره لبابايا. صباح الخير يا نوال. صباح النور باشمهندسه هدى. اهلا وسهلا، دي الشركه منوره. الشركه منوره بناسها. بابا جوه؟ ايوه طبعا، اتفضلي. يا ابني افهمني، انا لما اعمل اعلان عن شقق سوبر لوكس تبقى الشقق سوبر لوكس بحقي وحقيقي مش نورته. ايوه، اغلى قطن حمام، اغلى صحي، اغلى سيراميك، احسن ادوات كهرباء، اغلى مويه. مين قالك يا ابني ان انا عايز اوفر؟ ما ده بالزبون هيدفع اغلى سعر يبقى ياخد احسن ما في السوق. تتكل على الله، بالسلامه. ده ايه النور الكبير قوي اللي قاعد عليا ده؟ ده انت بقالي 6 اشهر ما دخلتيش الشركه، اعمل ايه دلوقتي بقى؟ راح اديك ازاي يعني؟ ادي اجازه الموظفين ولا اصرف لهم مكافاه؟ تطلب لي نسكافيه ونبتدي شغلنا فورا. أنا معرفتش آخد غير 4 أيام أجازة بس من شغل. أربعة بس؟ أربعة بس، ها قلت إيه؟ قلت لا إله إلا الله، هقول إيه؟ ماشي. يلا نوال، هاتي النسكافيه للباشمهندسة وهاتي الشاي الكشري بتاعي. من عينيا يا فندم. على فكرة يا بابا، أنا عاوز أطلب من حضرتك طلب. تأمري من العين دي والعين دي؟ يا ريت المهندس اللي حضرتك عاوزني أشتغل معاه وأشوف أفكاره الجديدة ما يعرفش خالص إن أنا بنت حضرتك. ليه يعني؟ لو عارف ان انا بنت حضرتك ممكن يجامل او يتحفظ، يعني ما يبقاش على حريته. ممكن حضرتك تقول له مثلا ان انا مجرد مهندسه من المكتب الاستشاري اللي انتوا بتتعاملوا معاه وجاي عشان ننسق الشغل مع بعض. يا سلام، ده انت دماغ صحيح يا هدى. صح، لما يعرف برضه انك انت بنتي ممكن يتاخد، لكن لما يبقى اتنين مهندسين زي بعض ممكن الشغل يبقى احسن قوي. احسن نسكافيه لاحسن مهندسه في الدنيا. ميرسي يا نوال. بقول لك ايه يا نوال؟ ايوه يا فندم. الباشمهندس محمود فين؟ في مكتبه من بدري. طب بلغيني همر عليه انا والباشمهندسه بعد ما اشرب الشاي. حاضر يا حاج. نوال، اوعي من فضلك تقولي للمهندس محمود ان انا بنت الحاج، انا مجرد مهندسه جايه تعمل شغله بس. سبت بنتك في الشركة مع الراجل لوحدها؟ ايه سبتها لوحدها؟ هي صغيرة؟ بنتك مهندسة محترمة، كل يوم بتخرج الصبح لوحدها تروح الشركة وترجع، فيها ايه؟ وبعدين انا سايبها في الشركة، مش في كازين ولا كافيتيريا. ايوه بس ده راجل غريب. ده مهندس عندي في الشركة. يا ريت يعجبها وتعجبه، تبقى لقيت عدالها. بس كده وتتباع على طول، ها؟ ايه رايك بقى؟ هاي الاسلوب ده فعلا هيحقق توفير كبير قوي في الوقت والعمال. انت اللي مصمم البرنامج ده؟ كان انا اللي مصممه. صراحه انا اشتغلت عليه فتره طويله قوي في لندن، بس عملت له شويه تعديلات بسيطه كده عشان يلائم الظروف والعماله اللي موجوده في مصر. هاي انا اعرف ان المباني في انجلترا بتعتمد اساسا على شغل الخشب. التطوير اللي انت عملته ده هيبقى ممتاز مع اسلوب البناء عندنا. ممكن اخد كوبي من البرنامج اثر عليها في البيت؟ ايه ده، انت مش جايه بكره ولا ايه؟ لا طبعا جاية، بس عشان اجي وانا مذاكرة لك كويس. ماشي، عموما انا منزل برنامج عندي على الهارد، مفيش مشكلة. معلش انا هتعبك معايا. ولا تتعبيني ولا حاجة، انا عمر الهندسة ما تتعبني. يا بختك، انا عن نفسي تعبت. خلاص يا ستي، ما دام تعبتي ادي النسخة، خديها وروحي. متشكرة قوي، تصبح على خير. وانتي من اهله، مع السلامة. نسيت اديها الباسورد، مش هتعرف تشتغل على البرنامج. هدى يا انسه، هدى يا انسه، هدى يا انسه، هدى.
الانسه هدى لسه ماشيه حالا، سواق الحاج فرغالي كان مستنيها وخدها يروح. سواق الحاج فرغالي؟ ايوه، ركبت في عربيه والدها. هو سواق الحاج فرغالي يبقى والدها؟ سواق ايه يا باشمهندس؟ المهندسه هدى تبقى بنت الحاج فرغالي. بنت الحاج فرغالي؟ ايوه، بنته الوحيده. صح، افتكرت الواحد مع الشغل بينسى يعني، حتى بالاماره تبقى بنت الحاج فرغالي، صح؟ ما قلتليش، ايه رايك بقى في الباشمهندس محمود؟ ينفع الشغل معانا ولا لا؟ ينفع وبس، ده حضرتك حظك من السما انك عينت المهندس محمود عندك في الشركه. نادر جدا لما تلاقي مهندس قوي في النظري وقوي في العملي كمان، ده غير انه متابع كل النظريات الجديده في البنى والانشاءات، غير طبعا خبرته في انجلترا. يعني الشيشن اللي عملتيه عليه نتيجته طلعت كويسه؟ شيشني ايه بس يا بابا، ده انا الكام ساعه اللي قعدتهم معاه استفدت منه كتير قوي. ياه، مهندس شاطر بالشكل ده؟ ده عبقري يا ماما، انا كنت واخده معايا كام سي دي كده. ليه يا حبيبتي تاخديهم بعد الشر؟ انت عيانه؟ السي دي ده مش دواء يا ماما، دي اسطوانات كمبيوتر عليها اساليب وتصميمات جديده. وفهمها؟ فهمها بس، دي طلعت بالنسبه له حاجات قديمه قوي. بصراحه المهندس محمود ده كنز. على فكره انا اتفقت معاه نتقابل تاني لان في حاجات كتير قوي عايزه افهمها منه. عشان تعرفي خبره ابوكي اللي لا دارس هندسه ولا يفهم في الكمبيوتر، انا اول ما شفت الجرع ده قلت ده لقطه بجد. ده غير الهندسه اللي مشعشعه في دماغه، تحس كده انه ابن اصل شهم واصيل وجدع. ده مقلوش 10 ايام في الشركه والكل بيحبه، مهندسين، موظفين، مقاولين، عمال، ده ولد. يا رب يا حبيبتي ربنا سبحانه وتعالى يرزقك بعريس زي ده. ماما احنا بنتكلم دلوقتي في الهندسه والبنى، ايه دخل بقى العرسان والجواز؟ مين قال لحضرتك ان انا عايزه اتجوز؟ انا كويسه قوي كده. هو انا يا بنتي قلت لك قومي البسي فستان الفرح ولا شفتي المأذون جه ولا المعازيم جم؟ ابوكي بيشكر في واحد اتمنيت ان يجي لك عريس زيه. يا سلام، ده بحظها من السماء، الولد ما يتعيبش. بابا حضرتك طلبت مني اجي الشركه وقابل المهندس محمود ليه؟ ايه اللي ليه؟ هو مش من حقي ان اطلب من بنتي المتعلمه المهندسه الشاطره انها تيجي تعين مهندس اللي هيمسك شغلي؟ الله، هي الشركه دي بتاعت مين؟ مش بتاعتك دلوقتي وبعد ربنا ما يفتكرني. بعد الشر عليك يا اخويا. يا بابا انا مش قصدي، انا بس لما لقيت حضرتك معجب بالمهندس محمود قلت يمكن يعني بترشحولي علشان تجوزني وتخلص مني. قصدك يعني اجوزك واطمن عليكي مش اخلص منك؟ عموما يا بابا انا مش ضد الجواز، لما نصيبي يجيلي هتفرح بيا وتطمن عليا، لكن المهندس محمود ده رغم كل الميزات الجميله اللي فيه مش حاسه ان انا ممكن ابقى مراته وام اولاده. لا بس بجد يا محمود، الجو الجميل اللي انتوا عايشين فيه ده خلاني افكر في الجواز بجد. والله اتكل على الله يا عم، لو لقيت عروسه بنت حلال زي سامية اختك دي ما تترددش ابدا. شوف ازاي، بتجاملني يا محمود عشان انا اخوها؟ لا بالعكس والله، انا لو عندي شكوى من سامية اكيد كنت اقول لك، انت عارف انت صاحبي من امتى يعني. بتجيبوا سيرتي بتقولوا ايه؟ الحق يا سامية بيقول عليك زوجه ممتازه، تقريبا احسن زوجه في الدنيا، وبيشجعني على الجواز بس لو لقيت واحده زي. يبقى اكيد مش هتتجوز لانك مش ممكن تلاقي واحده زي. شوف يا اخي، اهم حاجه في اختك التواضع. هيا محمود ما كملتناش، ايه اللي حصل بعد كده؟ ايه بعد كده امتى يا بيبي؟ المهندسه اللي طلعت بنت صاحب الشركه. ايه المهندسه هدى؟ يعني صراحه اصلا انا استغربت قوي يعني ان باباها قدمها لي كمهندسه من مكتب استشاري، ما قاليش يعني انها بنته خالص. طب وانت تستغرب ليه يا محمود؟ ما احتمال الراجل قلقان وحب يطمن فبعت بنته تعرف انت بتعمل ايه في الشغل. بس صراحه يعني هي بنت كويسه قوي، يعني فاهمه في شغلها كويس ومتعلمه كويس جدا، وكمبيوتر وشهادات ومال وجمال، يعني صراحه فظيعه فظيعه فظيعه. وهي متجوزه ولا لا؟ ايه لا مش متجوزه. وانت عرفت منين؟ ايه اصل يعني صراحه باباها يعني ما قدمها لي، قال لي الانسه هدى، ما قاليش مدام هدى، عشان كده طبعا لازم مش متجوزه. ايه رايك يا سامي؟ ايه رايي في ايه؟ في المهندسه.
اللي مال وجمال ودماغها تجنن وفظيعه فظيعه فظيعه. ايه يا سامي؟ وانت كل ما تسمعي عن واحده مش متجوزه هتشبطي فيها ولا ايه؟ بقولك ايه يا بيبي، ايه رايك لما اجيلك مره الشغل واتعرف عليها وصاحبها؟ طبعا قوي، ليه لا يعني. تعالي ايه ده؟ ده صوت الموبايل بتاعي، بقى اكيد طبعا حد بيطلبني. بقولك ايه يا سامي، لو سمحتي لا تتصلي بيها ولا تحاولي تتعرفي عليها. يا ستي انا لما هتجوز هروح ادور على واحده بنفسي. وانت هتدور امتى يا سامي؟ ما انت مشغول على طول في العياده والمستشفى. وبعدين بيني وبينك بقى، انا عايزه اقابلها واشوفها واتعرف عليها. ليه تتعرفي عليها؟ مش شايف محمود بيتكلم عليها ازاي؟ ده بيقول فيها شهر. لا انا لازم احمي نفسي. اوكي حصل. ها ايه رايك بقى يا استاذ؟ قدرت افهم البرنامج بتاعك؟ ما شاء الله عليكي، البرنامج ده انا قعدت شهر ونص افهم فيه، انت في ليله واحده وعرفتيه هايله. امسك الخشب يا باشمهندس. طبعا لازم امسك الخشب. في لندن بقى كنا بنقول تاتش وود. السلام عليكم. اهلا وسهلا، ازيك؟ ايه ده؟ انت اكيد المهندسه هدى. محمود امبارح ما بطلش كلام عليكي، مثقفه وشيك وهايله ودمها زي الشربات. بس فعلا محمود ما عرفش يوصف الجمال ده كله. ايه ده كله على مهلك شويه؟ اختي. وحياتك الصغيره، وعلى راي المثل ان كبر اخوك خوي. شوفي محمود الكبير الضخم ده انا بعتبره ابني الصغير. انت ايه اللي جابك؟ ها ايه اللي حدفك علينا النهارده؟ هقولك يا محمود يا حبيبي يا اخويا، الحقيقه اصلي وانا بعمل شوبينج هنا جنبكم فلوسي خلصت، فقلت ايه بدل ما اضخ مشوار للبيت اروح لاخويا حبيبي استلف منه فلوسه بالمره اشوف هدى. انا فعلا محظوظه، انا اللي حظي كويس قوي، بس واضح ان دمك خفيف جدا. ده انت اللي زي القمر. هلو يا استاذ يا حاج فرغلي. ايوه الرسومات جهزت طبعا، اجيبها واجي لحضرتك على طول. حاضر. مش مع السلامه. ده الحاج فرغلي عايزنا عنده في المكتب بالرسومات، عايزه فلوس قد ايه؟ لا روح انت للحاج فرغلي، انا هقعد مع هدى، اصلا انا مش بعتش منها. اهلا وسهلا بيكي. ايه بس المهندسه هدى عندها شغل كتير جدا دلوقتي. لا مش مشكله، ممكن اخد بريك. محمود بقولك ايه، وانت رايح للحاج فرغلي شوف لنا البوفيه، بعت لنا اي حاجه. تشربي ايه يا حبيبتي؟ ايه عزمين؟ طبعا ما هو محمود اللي هيدفع. اوكي هاخد نسكافيه. وانا حاجه ساقعه. هي فعلا حاجه ساقعه. بص بقى يا حاج، احنا محتاجين على الاقل 6 اشهر عشان نشطب ونسلم مفتاح. 6 اشهر كتير قوي يا باشمهندس، الناس مسلم قبل كده بكتير. خلاص مفيش مشكله، احنا عندنا حل من 2، لا اما نزود العمال والصناعيه، لا اما بقى نزود عدد الورادي. يعني ايه نزود الورادي؟ يعني احنا عندنا ورديه من الساعه 8 الصبح للساعه 8 بالليل، نعمل بقى ورديه تانية من الساعه 8 بالليل لغايه الساعه 8 الصبح. ايه بابا انا مستعد ادفع اجرتين. لا يا حاج اصبر، ما انت لو دفعت اجرتين لنفس العمال هناخد نفس نتيجه الشغل. احنا هنجيب بقى عمال وصناعيه جداد خالص، يناموا طول النهار ويشتغلوا فتره بالليل بس. خلاص ماشي، اللي انت شايفه صح اعمله. انا عن نفسي بتعجبني طريقتك في الشغل. يا سلام يا سلام، انا وليا ابني زيك، كنت اسيبه يعمل كل حاجه واريح انا. طب ما هو الباشمهندسه هدى بنت حضرتك ما شاء الله يعني انسانه هايله ومهندسه شاطره جدا، ليه حضرتك ما تشغلهاش معاك في الشركه؟ هدى يا ابني مش عرفك ان هدى تبقى بنتي؟ صراحه يعني انا عرفت بالصدفه يا حاج. مفيش حاجه بتستخبى، هي يا ابني اللي طلبت مني ان انا اخبي عنك انها بنتي، ما كانش عاوز تشتغل معاك، خايفه يعني لا تتاخد يعني لما تعرف انها بنتي، ده اللي في دماغها. انا فاهم الدماغه دي، حضرتك انا قعدت في لندن فتره، هي برضه معاها حق يا حاج، يعني عايزاني اتعامل معاها كمهندسه بس، ما اتعاملش معاها انها بنت الحاج فرغالي فتحرك منها. معاها حق برضه تسيب شركه ابوها وتشتغل بشركه غريبه؟ ما انا بعمل ده كله لمين؟ مش عشانها وعشان مستقبلها؟ ما هو يمكن برضه يكون ليها وجهة نظر يا حاج، عايزة تنجح بنفسها مش عشان بنت الحاج فرغلي، نظام لن أعيش في جلباب أبي وكده يعني. أنت دلوقتي بتتكلم زيها بالظبط، مش عايزة تشتغل عندي في الشركة عشان الناس ما تقولش إنها بنت فرغلي. رفضت خطاب ياما تقدموا لها عشان في دماغها إنهم جايين لها عشان بنت فرغلي. مالها بنت فرغلي؟
يعني افلس وافتير عشان اعجبها؟ مالها بنت فرغالي؟ انسانه ممتازه يا فندم، واي حد في الدنيا يتمناها ويتشرف بيها وبحضرتك طبعا، بس يعني وجهه نظرها برضو ليها احترام. يا ده الاحترام اللي انتوا فالقين بيه ده، انا مش عارف البنت دي ليه ما تتصرفش زي البنات، ليه يعني لحد النهارده قلبها ما دقش لحد وبتحبه؟ يا سلام، ليه ما تسهرش الليل تتنهد وتسمع ام كلثوم وعبد الحليم حافظ؟ ولا محمود انت خاطب حد ولا متكلم على حد ولا بتحب حد؟ نعم حضرتك. انا مش عارف ليه ما تبصش لشاب مهندس حلو وجميل زيك؟ اذا كان يعني على المساعده مش هساعدهم، هسيبهم هما الاثنين يعتمدوا على بعض ويعملوا حياتهم، واذا كان على الفلوس والشركه بلاش منها. قلت ايه يا محمود؟ نعم حضرتك. بقول لك قلت ايه؟ ايوه في ايه حضرتك؟ هنسلم في 13 ولا 6 اشهر يا محمود؟ بالنسبه للشغل لا، هنسلم في 3 اشهر ان شاء الله يا حاج. يعني انت قضيتي الخمس سنين دول مع اخوكي محمود في لندن؟ ايوه، وبجد كانوا اجمل 5 سنين في عمري. طب ليه ما فكرتيش في الجواز لحد دلوقتي؟ الحقيقه لسه ما لقيتش الراجل اللي بيحترم الست ويقدر قيمتها كانسانه وبيديها واجباتها وحقوقها ومستعد يشاركها في كل صغيره وكبيره في حياتها. صدقيني انا لو لقيت الراجل اللي فيه كل المواصفات دي مش هطلب منه لا شبكه ولا مهر ولا اي حاجه، هطلب منه الحب والاحترام وبس. احييكي. خلاص انتي من دلوقتي بقيتي صاحبتي وحبيبتي. عارفه الكلام اللي انتي بتقوليه ده انا قلبي اتوجع وانا بحاول افهمه لبابا وماما ولكل العيله، محدش فاهمني. انا فاهماكي، انا مؤمنه تماما ومتحمسه لكل الافكار دي، علشان كده بقولك ان انتي صاحبتي، لان انا بفكر بنفس الطريقه. وعلى فكره بقى انا بشكرك. على ايه؟ لانك اثبتيلي ان انا مش مجنونه، اني عاقله. مش جايز احنا الاثنين مجانين؟ بالعكس بقى، ده احنا اكتر ناس عاقلين. انتي بتضحكي على ايه؟ تصوري بابا قعد مده يعمل اعلان في الجرايد يقول عاوز مهندس محترم، بس شرط اساسي انه ما يكونش متجوز، يعني عشان يبقى متفرغ للشغل وللسفريات بره القاهره. هو طبعا كان فاهم ان انا مش عارفه انه بيدور لي على عريس. يعني المهندس من دول يتعين ويقعد كام شهر ولما بابا ما يلاقيش نتيجه يرفضه ويعين واحد تاني. ده بيطلب عرسان بقى مش مهندسين. مش بذمتك نكتة؟ نكتة؟ دي نكتة جامدة قوي بصراحة. ده اللي أنا فهمته من كلام الحاج فرغالي، حسيت كده إن هو بيلمحني. كلام هدى أكد لي اللي أنت بتقولهولي. بابا عايز يجوزها بأي طريقة، وحكاية الإعلانات اللي بيعملها دي طريقته، عشان كده بيشترط يكونوا مش متجوزين. طب وبعدين والعمل؟ باباها بيرسم إن أنت تتجوزها. المشكلة بقى ان فعلا البنت ممتازه، دي عروسه لقطه. جرايه سامي، انت كمان هتلمحيلي ولا ايه؟ المدهش بقى ان انا فعلا حبيتها وقدرت افهم هي ليه رافضه الجواز بالطريقه دي. عارف هدى دي مش عايزه عريس تقليدي، عايزه عريس يفهمها ويقدر مميزاتها. احنا دلوقتي مش في العريس اللي هيجي للست هدى، احنا في ابو هدى. لو الخطه بتاعته دي اتفشكلت انا هعمل ايه؟ انا ما صدقت لقيت وظيفه كويسه في شركه زي دي. يا بيبي العريس موجود، بس بشرط الامور تمشي طبيعيه. مين ده العريس؟ الدكتور سامي اخويا. تصدقي فكره كويسه جدا، سامي ده ممكن يبقى عريس كويس قوي لهدى، وهدى برضه متهيألي تبقى عروسه هايله لسامي. بس المهم ازاي بقى نخليهم يطقشوا في بعض؟ اقول لك، نخطفها ناحيتنا. نخطفها ازاي يعني؟ يعني يا بيبي نصاحبها انا وانت، نشدها ناحيتنا وندخل سامي في الموضوع، وانا متاكده انه هيحصل ارتياح. انا عارفه سامي اخويا بيعجبه النوع ده من البنات. المهم هو يعجبها. خلاص احنا نبدا نخطط عشان يتقابلوا. اي مناسبه، عيد ميلادي، عيد ميلادك، عزومه غدا، عشاء، اي حاجه، المهم ان هما يتقابلوا بشكل طبيعي. ويمكن هدى تلاقي العريس اللي بتدور عليه، واخويا كمان يستقر، وانت تحتفظ بوظيفتك يا حبيبي. يا رب. انا موافق طبعا، ايدي على كتفك من دلوقتي. طب ايدك بقى على ميزانيه جامده جدا. ميزانيه ايه؟ طبعا العزومات والخروجات والحاجات دي كلها بتكلف كتير يا باشمهندس.
ايه اللخبطه دي بقى؟ انا مش فاهم حاجه. يعني محمود اخوكي وانا ابن خالتك ليه؟ يا عم سامي اسمع كلام اختك، هي فاهمه كل حاجه، الوظيفه هتطير مني يا عم. طيب اوكي، ايه بقى موضوع عيد ميلادك الخميس اللي جاي ده؟ انت عيد ميلادك فاضله تقريبا شهرين ثلاثه. يا سامي دي مناسبه احنا اخترعناها عشان تتقابل انت وهدى، صدقني مش هتندم. معقوله يا ساميه؟ معقوله هتشتغلي خطبه في زمن الكمبيوتر والنت والموبايل؟ لا هي هتشتغل خطبه في المناسبه دي بس، بس اكيد يعني مش طموحها انها تبقى خطبه مدى الحياه. يا سامي قابلها ولو ما عجبتكش مفيش مشكله، بس انا متاكده انها بنت ممتازه، مال وجمال وثقافه. لا وغير كده بقى، جميله جدا، قمر، تحفه، جامده، فظيعه فظيعه فظيعه. محمود مالكش دعوه بيها انت؟ يا ست ده انا بقنعه اهو، ده انا بدور لها على العريس. الخوف بقى انها تعجبك وانت اللي ما تعجبهاش. ايه ده؟ ده تحدي بقى. طب اعملي عيد ميلادك الخميس اللي جاي وانا جاي، ابن عمك ابن خالتك مش مهم، واما اشوف بقى مين الهالم ان انتوا طالعين لي بيها السما دي. بعد اذنكم انا نازله. بسم الله ما شاء الله، يا ارض احفظي معاليك. قمر يا حبيبتي قمر، على فين ان شاء الله بالحلاوه والشياكه اللي ما حصلتش دي؟ ما انا قلت لحضرتك يا بابا رايحه عيد ميلاد ساميه اخت محمود. اه صح، ويا ترى عملت حسابك في هديه غاليه كده ومحترمه؟ حكم ساميه دي ما تتخيرش عن اخوها. اه الاثنين ولاد ناس ومقصلين. فعلا يا بابا انا بعز ساميه جدا وبعتبرها كمان صاحبتي الانتيم، مع اننا ما تعرفناش على بعض الا من فتره قريبه، لكن قد ايه هي بنت لذيذه وصادقه ومريحه. واخوها كمان شاب زي الفل، كامل من مجاميعه. يا سلام، يا هناها اللي هيبقى من نصيبها. يا هناها عن اذنكم. طب ما تاخد الاسط حسن يوصلك ويستناكي ويرجع بيكي. لا متشكره يا بابا، هروح بعربيتي. طب مش عايزه فلوس ولا حاجه؟ ربنا يخليك ليا يا حبيب قلبي. سلام عليكم. مع السلامه يا حبيبتي، خلي بالك من نفسك. حاضر. على فكرة أنا مبسوط قوي إن هدى دلوقتي بتخرج وتتفسح وتحضر أعياد ميلاد وتلبس وتتشيك. في الأول ما كانش قدامها حاجة غير الشغل وقاعدة الكمبيوتر. البركة في سامية أخت محمود، معاها في كل حتة، في النادي وبيلعبوا رياضة وبيروحوا يشتروا حاجات، باين عليها بتحبها قوي. وليه ما تقوليش حاطة عينها عليها وعاوزة تجوزها لأخوها؟ جايز، اصل بنات اليومين دول حركين وشاطرين قوي، محدش عارف النصيب فيه. ربنا يقدم اللي فيه الخير. على اي حد من الانطباع الاولاني، بس بصراحه ابن خالتك الدكتور سامي ده شخصيه ممتازه، كمان انا حابه قوي انكم غاليين على بعض. فعلا احنا بنحب بعض قوي. غريبه. ايه اللي غريب؟ يعني وجود الدكتور سامي في حياتك، اعجابكم وقربكم من بعض، بتهيالي شخصيته الممتازه دي تخليكي تغيري فكرتك عن الجواز التقليدي. هو انتوا ليه ما ارتبطتوش ببعض لحد دلوقتي؟ ها؟ اصله ما ينفعش اتجوز اخويا. اخوكي؟ قصدي زي اخويا، اخويا في الرضاعه يعني. احنا فعلا زي الاخوات وبنحب بعض زي الاخوات قوي، بس الظاهر بقى ان انا هخطب له قريب. فعلا؟ ايوه، اصل انا قابلت بنوته فيها كل المواصفات، متعلمه ومتربيه ومثقفه، بس المشكله الوحيده انها واخده موقف من الجواز زيي بالظبط. بتهيالي في حاله الدكتور سامي اكيد هتغير رايها لانه شخصيه هايله. يعني ده رايك؟ طبعا. يعني توافقي؟ اوافق على ايه؟ اخطبك للدكتور ابن خالتي، اخويا في الرضاعه. انت بتتكلم جد يا سامي؟ ايوه طبعا بتكلم جد. يا دي مواضيع فيها هزار يا محمود. البنت هايله، انا قابلت بنات كتير قوي في حياتي
عمري ما قابلت بنت زيها. الله 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 الله، ده الموضوع فعلا شكله جد يا معلم. ما تحرجنيش بقى يا اخي. طبعا جد. يا اخي ذوق، جمال، رقه، اصل، عيله، حاجه كده بصراحه. أمه ده عياله، حظه في السماء اللي هتكون من نصيبه. الله 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 الله. طب انت بالنسبه لك يعني الوالده ايه ظروفها؟ ظروفها ايه يعني؟ مش فاهم. يعني كانت داعيالك ولا داعي عليك؟ لا لا والله العظيم كانت داعيالي يا محمود. طب يا عم اتكل على الله، الكلمتين الحلوين دول روح قولهم لها على طول. اروح اقولهم لها كده على طول؟ ايوه يا عم ما تتكسفش، بس اهم حاجه وانت بتقول لها الكلام ده لازم تبقى رومانسي كده. رومانسي ده انت كده رايح تقبض عليها يا عم. لا رومانسي يعني، بص وانت بتتكلم بتسبل لها يعني، تعمل لها كده. يعني اروح انام قدامها يا محمود؟ بص روح قول الكلمتين وزي ما تيجي تيجي. طيب يلا. ايه ده يا دكتور سامي؟ نقول كمان يا انسه هدى، انت كامله الاوصاف، ذوق وجمال، عيله اصل، في الحقيقه كده حظه في السماء، وامه ده عياله اللي تكوني من نصيبه. خلاص خلاص. ايه قول كمان يا دكتور. هو المهم دلوقتي هل انت متضايقه من اللي انا قلته؟ دكتور سامي انا عيون الدكتور سامي. احنا في مكان عام. يا رب لميني انا وهدى في مكان خاص. شفتي هو رومانسي قد ايه؟ هو غير كده خالص. انت متاكد يا وهيب من اللي انت بتقوله ده؟ يا حاج فرغلي انا بشتغل هنا مدير امن الشركه. التحريات وشغل المباحث ده خبره عمري. انا رحت كل مكان ممكن يتوجد فيه وتاكدت بنفسي ان كل اللي اتكتب في التقرير ده سليم 100%. طب هات التقرير ده. اتفضل. روح انت شوف شغلك. بس بقول لك ايه، ما تجيبش سيره لاي حد بالموضوع ده. تحت امرك يا فندم. معقوله انا ينضحك عليا؟ طب ليه كده؟ احنا اتفقنا خلاص على كل حاجه، مفيش قدامنا غير ان احنا نروح للحاج ونتكلم معاه. يلا بينا. بسم الله. اهلا وسهلا يا حاج. اهلا بيك. لسه والله كنا جايين لحضرتك عشان عايزينك في موضوع مهم كده. انا برضو عايزكم في موضوع مهم جدا، ولما عرفت انكم هنا قلت اجي لكم بنفسي. طب عن اذنكم انا بقى. لا خليكي، انا عايزك معاهم. لا بعد اذنك يا حاج، يعني احنا مش عايزينها معانا. الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم حضرتك فيه مش محتاجينها معانا. عايزينكم. اتفضل اتفضل يا حاج. اتفضل اتفضل. ايه بقى الموضوع المهم اللي انتوا عايزيني فيه؟ في الحقيقه يا فندم معلش احنا هناخد من وقت حضرتك شويه، بس عندنا طلب مهم قوي وغالي قوي، وارجوك ما تكسفناش. قوي تحت امركم. اتفضل. بصراحه يا حاج انا جاي اخطب حبيبتي هدى لاخويا. يا سلام، ده انا ليا الشرف. ده احنا اللي هنتشرف يا حاج. تصوري فعلا ان القلوب عند بعضها. انا كنت حاسس فعلا ان ده هيحصل، وعشان كده كلفت مدير امن الشركه انه يعمل تحريات عن العريس. لا ده انت فعلا عبقري. ولا هدى بقى لما حيت لك طلع العريس فعلا مهندس شاطر زي ما قال، وخدم مع الانجليز كتير برضه زي ما قال، بس طلع انه متجوز ومراته كانت معاه بره في بلاد الانجليز كده، ولا انا غلطان؟ لا يا حاجه حضرتك طبعا مش غلطان، بس حضرتك انا اضطريت اكذب عشان الوظيفه دي ما تطرش مني يا حاج. يعني خدت الوظيفه بالكذب وجاي دلوقتي انت وحضرتها عشان تاخدوا بنتي بالكذب برضه؟ لا والله يا حاج انا فعلا جايه اخطب هدى لاخويا. اسمه جوزك يا هانم، بطلوا نصب واحتيال بقى. لا يا حاج احنا مش نصابين، ده محمود المهندس محمود وهو فعلا جوزي، انما انا جاي اخطب هدى لسامي اخويا. ما تقوله انت بتشتغل ايه يا سامي؟ دكتور يا ساميه. دكتور يا فندم. ومش اي دكتور حضرتك، دكتور ناجح ومش متجوز، وده اللي جايين نخطب له هدى. هات بطاقتك يا عم. حاضر. اتفضل حضرتك بطاقتك يا ساميه. شوف يا حاج دي بطاقتي وبطاقه اخويا سامي، اسم الاب هو نفس اسم الاب، العنوان هو نفس العنوان. ايوه حضرتك، انما دي بقى البطاقه العائليه بتاعتي، هتلاقي فيها اسم الزوجة سامية، اسم أبوها غير اسم أبويا لأنها مراتي طبعا. لو محمود أخويا كان هيبقى اسم الأب واحد، إنما سامي هو اللي أخويا، وعشان كده اسم أبويا هو نفس اسم أبويا. حضرتك ضحكت، يبقى صدقتنا. عشان كده يا فندم زي ما بقول لحضرتك، سامي أما قابل هدى بنت حضرتك هو كان صراحة يعني مضرب عن الجواز خالص، أول ما شافها أعجب بيها جدا
وهي اعجبت بيه جدا، عشان كده انا وساميه ما تردناش لحظه ان احنا نيجي لحضرتك ونطلب ايدها منك لسامي. وعلى فكره يا حاج، هدى واقفه بره عند السكرتيره مستنياني ازغرط، هتلاقيها داخله علينا على طول ومبسوطه قوي. ايه يا حاج قلت ايه؟ ازغرط؟ حضرتك ساكت والسكوت علامه الرضا. يلا اديها يا ساميه. ايه يا حاج ما ترد؟ ما قالك اديها اديها.